السلام عليكم وعليكم السلام، أحييكم تحيوني هذه تحية الإسلام. السلام عليكم وعليكم السلام، أحييكم تحيوني هذه تحية الإسلام. هكذا علمنا الهادي نفشي بيننا السلام، السلام عليكم وعليكم السلام. السلام عليكم وعليكم السلام، أحييكم تحيوني هذه تحية الإسلام. خيركم عند اللقاء من يبدأ بالسلام، السلام عليكم وعليكم السلام. السلام عليكم وعليكم السلام، أحييكم تحيوني هذه تحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم طالباتي الأعزاء، طالبات الصف الخامس، ودرس جديد من دروس التعلم عن بعد لمادة الحوسبة وتكنولوجيا المعلومات مدرسة المجتمع الابتدائية الخاصة للبنات. رؤية المدرسة، إعداد فتيات متعلمات مبدعات قادرات على بناء مجتمع واع متحضر محافظة على أخلاقه وقيمه ومستخدمة للتكنولوجيا الحديثة. رسالة المدرسة: تهيئة بيئة تربوية وتعليمية للوصول للريادة والإبداع عبر التعلم والقيم، استخدام التكنولوجيا الحديثة وبشكل مناسب وفعال، تنمية الطالبات علميا بدنيا وجدانيا وتربويا. الانتماء إلى الوطن، علينا تعزيز الهوية الوطنية بالانتماء إلى الوطن والتمسك بقيمه وأخلاقه وثقافاته والدفاع عنه. القيمة الشهرية، الابتكار. هناك 5 وسائل للإبداع والابتكار: العمل الجاد، تخصيص وقت للإبداع، ممارسة الألعاب، اسمح لنفسك بارتكاب الأخطاء، تحديد العقبات والتغلب عليها. القيمة الأسبوعية، الإيثار. ما معنى الإيثار؟ هو أن تفضل غيرك على نفسك. الوحدة الأولى، الرسم ثلاثي الأبعاد. الدرس الثاني، رسم الشبكات، الجزء الثالث. أهداف الدرس: في نهاية الدرس يجب أن تكون الطالبة قادرة على أن تنسخ الشبكات، أن تعرف كيفية العرض ثلاثي الأبعاد، أن تستكمل إنشاء نموذج الشبكات. مصطلحات الدرس: استدارة روتيت، شبكة محلية لان، شبكة واسعة المجال وان، شبكة نتورك. كما ذكرنا سابقا، هناك نوعان من أنواع الشبكات: الشبكة المحلية لان، وأيضا الشبكة واسعة المجال وان. وهذا رسم تخطيطي لما سنقوم بتنفيذه على برنامج البينت 3D.
في الحصة السابقة درسنا أولاً كيفية وضع الأشكال ثلاثية الأبعاد. أولاً علينا الضغط على 3D shapes، ثم نقوم باختيار شكل الدائرة لرسم الشبكة المحلية لان، والشبكة واسعة المجال وان. سنقوم بتحديد الدائرة لتغيير اللون أو تكبير وتصغير كما نريد، ثم نقوم برسم مكعب لرسم المبنى، وأيضا نقوم بالضغط عليه لكي يتحدد، ثم الضغط على color لاختيار لون مناسب، وأيضا هناك الهرم شكل ثلاثي الأبعاد أيضا نقوم بتحديده، ثم نرسمه بهذا الشكل ونضغط عليه لتغيير اللون. وأيضا درسنا كيفية تجميع شكلين. أولا علينا نقل الشكل إلى الشكل الآخر بهذا الشكل، ثم نقوم بتجميع الشكلين معا لكي يصبحوا شكل واحد. أولا نقوم بالضغط على الشكل الأول، ثم أضغط على مفتاح كنترول على لوحة المفاتيح، ثم أقوم بالضغط على الشكل الآخر. بعد أن انتهيت من تحديد الشكلين معا، سنقوم بالضغط على جروب لتجميع الشكلين ليصبح شكل واحد بهذا الشكل. أما عن الهدف الأول لدرسنا اليوم، أن تنسخ الطالبة الشبكات. إذا أردنا نسخ هذا الشكل، شكل المبنى، لكي يكون لدينا ثلاث أشكال أو ثلاث مباني لنقوم بالربط بينهم خلال شبكة الإنترنت لنحدد ما هي الشبكة لان وما هي الشبكة وان. أولاً يمكننا تصغير الشكل كما ذكرنا، فهو أصبح شكل واحد فقط، ثم أقوم بالضغط على الشكل ليتم تحديده، وأضغط على مجموعة Edit، ثم أضغط Copy نسخ. أو هناك طريقة أخرى، الضغط على الشكل بزر الفأرة الأيمن كما تعلمنا في الحصة، ثم نقوم بالضغط على Copy. هكذا قمنا بنسخ الشكل. أما إذا أردنا لصق الشكل، فإننا نضغط على Edit، ثم Paste، أو نرى أن الشكل تم لصقه، أقوم بسحب الشكل بهذا الشكل. ثم هناك طريقة أخرى، هي الضغط على الصفحة وأضغط بزر الفأرة الأيمن، ثم أضغط على Paste، أيضا تم لصق الشكل بهذا أو بهذه الطريقة. إذن أصبح لدينا ثلاث مباني أو ثلاث أشكال من الشكل المبنى. سأقوم بترتيب الأشكال. هنا أولا الضغط على الشكل، ثم تظهر علامة التحريك أو علامة تشبه البلاس، ثم أقوم بتحريك الشكل كما نريد. الهدف الثاني لدرسنا اليوم أن تعرف الطالبة العرض ثلاثي الأبعاد. يمكننا رؤية الأشكال التي رسمناها في لوحة الرسم ثنائية الأبعاد، ولكن لرؤية أفضل للرسومات ثلاثية الأبعاد. إذا أردنا رؤية الأشكال بشكل أفضل، فعلينا الرؤية ثلاثية الأبعاد وليست ثنائية الأبعاد.
ويمكننا استخدام أداة العرض ثلاثي الأبعاد، ويمكن خلال هذا العرض تغيير حجم الأشكال ونقلها وتدويرها بحرية في الفضاء ثلاثي الأبعاد كما سنرى الآن. تابعي معي الخطوات التالية. لرؤية الرسمة بشكل ثلاثي الأبعاد، أولاً علينا الضغط على 3D View أو العرض ثلاثي الأبعاد بهذا الشكل، ثم أقوم بتحريك الشكل أو تدوير الشكل الذي أريد تدويره بهذا الشكل مثلاً، وأيضاً أقوم بتحديد الشكل الآخر والنقل أو التدوير، وأيضاً الشكل الآخر، ثم هذا الشكل لنرى الشكل بهذه الصورة، شكل ثلاثي الأبعاد. أما عن الهدف الثالث فهو استكمال إنشاء نموذج الشبكات. أولاً سأقوم بترتيب الأشكال للمبنى، أقوم بتصغيره، ثم أقوم بنقل الدائرة إلى الأمام وهذا الشكل إلى الخلف، ونقوم بتعديل هذا الشكل، ونقل الدائرة وأيضا هذا الشكل ليصبح الشكل النهائي. يمكننا أيضا تكبير الصفحة بهذا الشكل. سنقوم بالضغط على الدائرة تصغيرها. علينا رسم الخطوط لتحديد الشبكة المحلية LAN والشبكة واسعة المجال WAN. أولاً سنقوم برسم الخطوط التي تتصل ما بين المبنى. أولاً 2D رسم أو شكل ثنائي الأبعاد الخطوط، ثم أرسم الخط بهذا الشكل، وإذا أردت جعل الخط أكبر أكثر سمكا نقوم بالضغط على thickness، وأيضا أقوم برسم خط آخر ليصل ما بين المبنى والخط. بهذا الشكل وأقوم برسم خط متقطع كما هو واضح بالرسم. يمكننا أيضا نسخ الشكل إذا أردنا أو الخط، وأيضا يمكننا التحريك.
لابد من الضغط على select لإمكانية تحريك الشكل. أيضا الشكل الآخر يمكن تحديده، ثم أقوم بنقله بهذا الشكل. وأيضا يمكننا رسم شكل آخر أو خط آخر يكون بالأسفل كما هو موضح بالرسمة في الكتاب صفحة 51. ثم أضغط على 3D View لنرى الرسمة بهذا الشكل. يمكننا التعديل. وأيضا هذا الشكل. وأيضا يمكننا نقل الدائرة. وتصغيرها. انتهينا من درس اليوم. إن شاء الله بنستكمل الدرس الحصة القادمة. أراكم إن شاء الله في درس جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.